الوفاء والبنين ان شاء الله. الف مبروك. تفضل يا استاذ. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مبروك يا فندم. اي خدمه تانيه يا سعاده الباشا؟ انا محروس. لو اي حد عرف بالجوازه دي او شم خبر عارف هيحصل لك ايه؟ ايوه باشا، هتشوف الويل والعذاب اللي ما حدش شافه. من قطع لساني لو كلمه خرجت مني يا باشا، انا لا شفت ولا سمعت. احنا بنخدم البلد يا محروس. ايوه باشا. وعشان نخدمها صح لازم نكون مرتاحين في بيوتنا. طبعا يا باشا. اللي عملته ده لمصلحه البلد عشان اعرف ادي في شغلي كويس. ادي يا باشا، ادي ادي ولا يهمك. ادي يا باشا، ربنا يكون في العون يا باشا. اي مساعده يا باشا؟ لا ولا مساعده ولا حاجه. اتفضل. صباحيا مبارك يا عريس. وطي صوتك حد يسمعنا. وايمانة المسلمين طول الليل بدعينا. مش شرفتنا برضه؟ انت جنيت يا الكتن الكتن. بس قول 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 طب ما تتكسفش، شرفتنا ولا لا؟ قول. شوف يا محروس، انا مش فاضي لك دلوقتي. روح 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 اقعد لوحدك في حته بعيد. يلا يلا. شوف يا باشا، انت المصباح اللي بتنور لنا السكه. سعادتك يا باشا اللي بتمشي في طريق الكفاح واحنا في ديلك. سعادتكم يا باشا اللي بترسم الخطه واحنا وراكم. انت هتخطب يا ولد؟ شوف سعادتك في منتهى النباهه، انت عرفها وهي طيب. انا جاي طالب القرب. طالب القرب؟ في مين بقى؟ في البنت هياب. هياب؟ انت عايز تتجوز هياب؟ شوف يا باشا، احنا بنخدم البلد. وعشان نخدمها صح لازم نكون مستريحين في بيوتنا. اللي بعمله ده عشان اعرف ادي في شغلي زي سيادتك ما بتدي بالظبط. طيب قول لي بقى هتعمل ايه بقى مع مراتك؟ ما عشان كده انا جاي لك يا باشا. تعرف يا باشا لو حد شم خبر بالجوازه دي او عرف حاجه هيحصل ايه؟ هيحصل ايه يعني؟ هشوف الويل والعذاب اللي ما حدش لسه شافه يا باشا. يا معالي الباشا،
سعادتك مرزق ونيتك خالصه. خير؟ شقه معاليك اللي منوره عمارتي اللي في الزمالك. مالها؟ جالها زبون وجاهز بمليون ونص على الترابيزه. لا 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 والكلام غير ده. مش قلت المعاليك المنطقه اسعارها ولعت؟ الاسعار بقت فوق 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 يا معالي الباشا. عشان كده يا فندم انا بقترح ان احنا نبيع. وانا شيء. طيب انا عايز اقول نستنى شويه يمكن الاسعار تعلى وتوصل لاتنين مليون. 10,000 جنيه بقى مليون ونص. قعدت اقول لك خد ال 300 جنيه اللي حلتي. قعدت تقول لي جاردن سيتي جاردن سيتي. اهي ولعت. الو اهلا يا ماهي. احنا بعنا يا فندم. ها اتفضل. اجيب لك شويه حندقوق كده يا باشا على المشي. عشتيني والله. امتى؟ النهارده؟ لا هيبقى صعب عليا. ما انا اصل حركاتي بقت محسوبه عليا. طب اقول لها ايه بقى؟ بصراحه كده دي ما بقتش عيشه. انا اتفقت معاك من يجي اكتر من اسبوع وقلت لك ان اختي وجوزها جايين يتعشوا معانا. يا اعتماد انا عندي مسؤوليات كبيره قوي وربنا يعيني عليها وانا رايح اتفسح. قول لها يا محروس احنا رايحين فين؟ للمدعي الاشتراكي يا باشا. عشان ايه يا محروس؟ عشان نتقي شره يا باشا. حاكم يا اعتماد هانم المدعي الاشتراكي ده لما يزعل من حد بتبقى وعيته سودة. وبعدين هو كمان بيغير على الباشا الوزير من خياله. سمع. ما اروح اغير هدوم. انا احوال الوزير ما بقتش عجباني ابدا اليومين دول. قصدك يعني يا اعتماد هانم عشان شويه الخستكه والرهقان وخطفه الوش اللي طالعه على جتته اليومين دول؟ ايوه بالظبط يا محروس. شغال يا اعتماد هاني. ده كل حاجه عليه. هو في حد بيشتغل في الوزاره غيره؟ ده ولا اللي ماسك وزارتين؟ وزارتين؟ هو في حد في الدنيا بيمسك وزارتين؟ بتحصل يا ست هانم. الوزير له لحد 4 وزارات بس يعدل بينهم. حلقة يا كلب. ساعة يخرب بيتك يا دون يا واطي. تخلي سيدك بره مش عارف حاجة وتلعب بديلك في بيته. ده انا هخرب بيتكم انتوا الاتنين. هوديكوا في داهية. هجيب لكم البوليس. في ايه يا اعتماد؟ الحقني يا مذكور. ايه؟ بيتك الطاهر الشريف. شوف ايه اللي بيحصل فيه وانت بره. الواد محروس و في بيتي بعد نص الليل؟ ايوه. يا ربي يا ناس. انا لا غلطت ولا نجست ولا اغضبت ربنا في حاجه. بيتك طاهر وشريف يا باشا. الست دي مراتي على سنه الله ورسوله واسيبت جواز معايا. هات يا بنت اسيبت جواز مش شاكتها. تبقى مصيبتك اكبر. وانت محروس انت مش متجوز ومخلف عيال؟ تتجوز على مراتك يا محروس وفي السر كمان؟ اخس اخس اخس. انت مش عارف ان الجواز ده اساسه الاشهار والاعلان؟ ظروف ظروف بقى يا باشا. وخلي الطبق مستور يا باشا.